الاهلي وصل للبرونزيه دي اكتر من مره، وصل شوف المره الكام اللي وصل فيها سيمي فاينل، فده البونص من اخر البطوله دي. مش هي دي اللي تهد المعبد للعيبه الاهلي حتى، يعني الناس مع المكسب بتطلع بيهم سبع سما وده طبيعي جدا، وهم المباراه اللي فاتت كانوا يستحقوا ده وكلهم كانوا مركزين وعاملين ماتش كويس جدا. انا سؤال بس، هل حد النهارده يقدر يقول ان حد من لعيبه الاهلي كان مقصر؟ لا، ما عملش اللي عليه. ممكن اقول مش موفق. ايوه انا بس بتكلم في حته ايه، هم عملوا اللي عليهم وزياده، انا بشوف كده وجهه نظري. وان اللعيبه والجمهور هيبقى متضايق من ايه؟ ان يا حسين انت كان لازم تطلع عليه معلول، انت يا حسين كان لازم تلعب مع كهربا، كهربا كنت لازم تركز في الفينش اكتر، الميس باس يا كولر غير بدري. هو ده الاطار، لكن في الاخر هم عاملين اللي عليهم، عاملين مباراه بطوله كويسه جدا، اتضغطوا في ال72 ساعه دي فعلا، ماتشين بوركريت اقويه جدا قدام فريق اتحاد جده ثم ماتش النهارده، لكن هي ده حال الكوره، هتكسب ماتش هتخسر ماتش هتزعل. ولقطات مهمه ان الفرقه دي كده زي ما بقول لك يعني زعلانين، بص هو طموحه كمان زعلانين وما شاء الله، يعني اللعيبه تحس ان هي عندها مقهوره يعني على طبعاً. على الخساره ان انا كنت على فاينل صح، ولا ازعل لو اللعيبه ما كنتش شفت اللقطه دي كده بالظبط. اللعيبه يبقى انت ما عندكش لا مبالاه او ما عندك لا مبالاه، عندك مشاكل فنيه، عندك مشاكل فنيه اتكلمنا كتير جدا، وتقعد تتكلم مشاكل فنيه زي ما انت عايز، لكن في الاخر في جزء ليه علاقه بكواليتي، في جزء ليه علاقه باد لك، في جزء ليه علاقه ان انت بتخسر نفسك احيانا لما تلعب وتضيع فرص كتير جدا الشوط الاول، لكن في الاخر اللعيبه دي في الاخر بتجتهد جدا وبتتعب جدا الحقيقه. انا بشوف ان هم عملوا بطوله تعتبر ناجحه ان شاء الله، تبقى يعني ناجحه برضو لما الاهلي يعدي مباراه البرونزيه. الطموح كان احسن من كده، خاصه ان خلي بالك ماتش اتحاد جده ده كان هو النقطه الفاصله اللي خلت الناس كلها الاهلي واتحاد جده، اول ما عدى اتحاد جده الدنيا نورت، لان فلورنسي فرقه كره كويسه لكن مش مستحيله خالص كان الاهلي يقدر يعدي منها، فهو ده اللي خلى الناس الطموح زاد يعني، غير لما تلعب مع ريال مدريد في سيمي فاينل تبقى الدنيا اصعب فاهم. لكن في الاخر يعني انا بشوف ان يعني لعيبه الاهلي عملت ماتشين كويسين جدا، ان شاء الله الماتش الجاي يكون احسن، ان شاء الله يكون افكتيف اكتر على الجون ويقدروا يسجلوا ويقدروا يكسبوا. لكن في البطوله دي اعتقد ان اداره الاهلي تطلع من البطوله دي عندها هومورك كبير جدا فيما يتعلق بالشق الهجومي زي ما محمود كان بيتكلم، وبعض الحاجات في الفرقه، لان في لعيبه كتير في الفرقه يعني الاهلي برده محتاج جناحين اشرس او جناح كمان شرس قوي مع حسين الشحات ومع بيرسي تاو، يعني هما دول الجناحين الاساسيين للاهلي. كريم فؤاد جناح كويس، طاهر محمد طاهر جناح كويس، احمد عبد القادر الراجل مستبعده فبالتالي بره حساباته. انا بشوف ان الاهلي محتاج جناح كمان قوي، وما زلت عند رايي الاهلي محتاج مدافع كمان قوي جدا عشان يبقى جنب عبد المنعم وياسر ورامي. محمود متولي مصاب ما بيلعبش كتير، لكن في المجمل بطوله ممتازه للاهلي يعني.